كلنا كنعرفوا بلي هاد 20 سنه عرفت واحد الانتشار كبير وواحد المقرطه مهمه ديال التجاره الالكترونيه في المغرب. الحلقه ديالنا اليوم ديال بارلون اوتو واحد الحلقه سبيسيال، واحد الحلقه اللي اول مره غتطرق الموضوع ديال التجاره الالكترونيه في الاوتوموبيل. معنا اليوم سي حسام الموسوعه لونسيكلوبيدي لو سبيسياليست ديالنا ديال الاوتوموبيل اللي غيعاوننا نجاوبوا على بعض الاسئله اللي كتخص الاي كوميرس عامه، لو اي كوميرس في الاوتوموبيل اي بيان سور المستقبل ديال لو اي كوميرس وديال لا ديجيتاليزاسيون في سيكتور اوتوموبيل. سي حسام السلام عليكم. وعليكم السلام. سي حسام الموضوع اللي غنطرقوا ليه اليوم واحد الموضوع بارتيكولي، يمكن انت راك عارف هادشي. هو موضوع مهم بزاف وبيان سور ما نلقاوش احسن منك باش تعطينا لي نوفوتي وباش تعطينا لي زيكسكلوزيفيتي ديال الموضوع ديال اليوم اللي هو كيخص التجاره الالكترونيه وبلو بريسيزيمون التجاره الالكترونيه في الاوتوموبيل وبلو بريسيزيمون مع واحد الماركه اللي غنهضروا عليها من بعد. طبعا التجاره الالكترونيه في اون جينيرال المهم اللي تقريبا دابا المغاربه يعني تطرقوا ليها مؤخرا بزاف كبير، ولكن الشيء اللي كيفرح بزاف كاع بزاف زعما وخصوصا انا يعني اللي عجبني بزاف هو ان التجاره الالكترونيه يعني في اوتوموبيل يعني اللي ممكن انك تشري الطوموبيل ديالك 100% من الانترنت. يعني بحال كما كتشري شي حاجه من الانترنت يعني شي حوايج شي تريك ولا شي حاجه باغي تشري الطوموبيل ديالك تكون في كيراك كما بغيتي اللون هذا ايتترا. المهم انا باقي نتعمقوا في هادشي. دونك سي حسام انا كنعقل بلي هادي واحد 10 سنين 15 عام مازال الناس كانوا كيهضروا على داك لي فران ديال الاي كوميرس، مازال كانوا كيخافوا يشريو في انترنت. اليوم كنلاحظوا بلي كاين دي مارك اوتوموبيل اللي زعموا وداروا لو با وكيبيع لك طوموبيل في انترنت. دونك سي حسام اليوم واش كاين ناس كتظن اللي يقدروا يحطوا واحد لاصوم ويشري طوموبيل في انترنت؟ وي خاص طبعا ممكن، حيت في القديم ديك الساعات كان فعلا كان تخوف باقي نعقل انا يعني من الناس الاولين اللي كانوا تيشروا من الانترنت في القديم. بحال نقولوا غير في المغرب يعني نهار كان اول مره الشراء في المغرب يعني مواقع مغربيه كيفاش كنت تشري من الانترنت كانت واحد الناس شريتي هذاك التليفون من الانترنت ولا شريتي هذه من الانترنت، يعني شيء غريب يعني فاش جيت دابا تقول شي واحد الطوموبيل دار. ولكن مع ذلك دابا يعني كون كان بان ديك الساعه تكون شويه القضيه صعيبه. ولكن نقطعك سي حسام عفاك، كاين غير واحد النقطه باش ندخلوا شويه عاوتاني في الديتاي. ما نساوش بلي الاي كوميرس في المغرب فاش يلاه بدا ما عطاش داكشي اللي كان خاصو يعطي، حيت عاوتاني كان لا بوبيلاسيون ديال المغرب ماشي كامله عندها ان كونت بونكير. دوك اليوم ولكن ماشي بالضبط، حيت عاوتاني ماشي قضيه كونت بونكير بالضبط، لان كاين بحال قلتي التسليم عند الدفع عند التسليم. ولكن واش هذه القضيه هذه بحال قلتي حلات هذا المشكل ديال كونت بونكير، يعني حتى يجيبوا لك الساعه اللي عندك عاد تخلص. داكور. ومن بعد تطورت الثقه انك تشري السلعه في الانترنت، يعني ما شتيهاش بعينك، حنا شعب ديال المغاربه خصك تقيسها هذه كذا. ماشي المغاربه بالضبط، انا المهم اون جينيرال. سي حسام شنو هي اخر حاجه شريتي في الانترنت؟ انا التليفون. سي حسام انا كنتبعك بيان سور في البرامج اللي كتقدم، وبون الى انا كنقولها للبوبليك ديالنا تبارك الله عليك راك واحد الموسوعه في الدومين ديال الاوتوموبيل. حسام انا بغيت فريمون الراي ديالك اليوم على التجاره الالكترونيه في الانترنت. واش التجاره الالكترونيه في الانترنت تقدر تكون هي المستقبل ديال الكوميرس اوتوموبيل؟ 100% 100%. لان دابا ما حدنا غادي في العصر ديالنا، المهم خصنا نهضر اون جينيرال، ولكن المهم حنا غادي في العصر ديالنا كنتشغلوا بزاف ما كنلقاوش الوقت. بحال دابا كيمثال غير بالنسبه لي انا ما عنديش الوقت، عاد الناس اللي عندهم ايطاج كبار وداك الشيء يعني ما كيسالوا الا الحد في الغالب، الحد كتلقى اغلبيه لي كونسيسيونير وداك الشيء سادين. المهم اون جينيرال لا ميزون ديال الطوموبيلات كيكونوا سادين، يعني ما غاديش تقدا طوموبيلتك يعني واخا انت بغيتي وعندك فلوس، ولكن الانترنت غادي حتى تجي بالليل على خاطرك تبغي تنعس واحد نص ساعه طق 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 تسالي المسائل ديالك كامله وتشري طوموبيلك تسنى المهم ديك المده اللي غادي تحتاج تبقى الطوموبيل ديالك حداك. بدا غير واحد الملاحظه اللي كنت كدير لي انت شخصيا بزاف ديال المرات، كنت انت كتقول لي الا كانت الطوموبيله بيان بريزونتي في لو سيت، الا كان لانتيغيور ليكستيغيور كلشي كلير، لو منو ديالك كاينه اون كلارتي في داك لو برودوي، كنت كتقول لي بلي انت راسك تقدر تشري طوموبيله في الانترنت. وي دونك اليوم بغيت نسولك على واحد النقطه، واش هاد القضيه هادي مهمه في الشراء ديال 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 السياره في الانترنت؟ حيت حنا كنعرفوا بلي دابا في لي زابيتود ديال اي مغربي كيخصك تمشي تشوف الطوموبيل. اليوم السؤال ديالي حسام، واش كتظن بلي المغربي يقدر يقتني السياره ديالو في الانترنت؟ وي انا متاكد انه غادي يشري سياره في الانترنت، ممكن في الديبار يكون شات العراقيل ولكن من بعد غادي يشري 100% غادي يشري، لان بزاف المغاربه ما كانوش كيشريو بزاف من برا من الانترنت يعني او ماروك، ودابا ولا كيشريو مواقع ديال تركيا الشينوا اتسيتيرا. التجاره المغربيه الاي كوميرس المغربي دابا راه مفرقع ديال بصح، الناس كيشريو دابا الخضره يعني اللي كتخسر داك الشيء كيشريوها يعني الطوموبيل بالعكس بواحد الطريقه اللي يعني بو حنا ما غنكومباريوش الخضره بيان سور الطوموبيل. لا ما غنكومباريوهمش، قصدت لك زعما انا يعني بحال قلتي فين المغربي ممكن يوصل، يعني هي فكره واعره بزاف يعني، وتحيه للشركه يعني اللي دارتها طبعا
يعني فكرة رائعة جدا. المهم نقول لك رائعة وسهلة وغتستبدل الأشياء كما بزاف ديال الناس كيمشيو للشوروم بحال كما مثل الوالد ديالي مشى للشوروم ديال داسيا بغى يشري طوموبيل وكان عنده صعوبة باش أنه بحال يلقى قسط طوموبيل. واخا جوستومون واخا جوستومون على هاد القضية ديال الشوروم حسام، واش كتظن بالمغربي يقدر يسوبريمي ديك ليطاب ديال الشوروم؟ ماشي 100% حيت عاوتاني كاين عاوتاني فرق كاين. انا نعطيك مثال بحال دابا، انا عارف الطوموبيل اللي غنشري شنو هي وقررت اني نختار شنو هي. ديك الساعات تقريبا 99% غادي نسوبريمي في الشوروم، ولكن بحال قلتي باقي ما قررتش، خصني نشوفها هكا مباشره، خصني نتاكد من الفوليوم ديال الكفر واش غيهز ديال شي حاجه ديالي. كمثال واحد، كمثال واحد كيكون هاز الكروسه ديال الدري الصغير باغي يجربها في الكفر، فهمتي؟ واش يمكن صعيب شويه، ولكن بلا غيجربها تما يقدر يرجع ويدير لي طاب ديالو بار انترنيت. دونك سي حسام الا فهمت مزيان وباش نفهموها نيت لو بوبليك ديالنا، دونك اليوم يمكن اهم نقطه اللي كتخلي الواحد يقتني من الانترنت، ماشي اهم نقطه مي يمكن اول نقطه كتخليه يقتني من الانترنت، سي الثقه. دونك الا تبازينا على هذا لو بوين هذا، دونك اي مارك اليوم اللي عرفات انستوري الثقه مع لو كونسوماتور ديالها راه غتقدر تدفع الكونسوماتور ديالها انه يشري في الانترنت، واخا يكون لو برودوي بادي من 10 دراهم حتى ل 20 مليون واكثر كاع. دونك الى جينا نشوفوا راه فينالمون لاشا في انترنت راه كيبان لي يمكن احسن من لاشا ديال بصح، حيت او موان لاشا في انترنت عندك لا بوسيبيليتي انك تختار الطوموبيل ديالك، اللون ديالها، لي بيس، لي جون، اي ابارامون بعد دابخي داكشي اللي كنشوفوا راه ديما لاشا في انترنت كيكون شويه افونتاجو. وي الافونتاج ديالو صراحه كبير بزاف كاع اللي غادي يلعب على واحد الدور كبير اللي قلت انا خاصه في الطوموبيل بالضبط هو الوقت، لان بزاف ديال الناس ما عندهمش الوقت نهائيا باش يمشي وباش بحال قلتي داك الوقت باش تقلب، لان غتشري طوموبيل تحط ملايين باش تكشف الشوروم ديك الساعه تسوق اصلا اللي بعدها واحد ساعه ولا ساعتين هذه ايتترا ايتترا. الوقت هذه ثاني حاجه عاوتاني ماشي بصراحه ماشي 100% حيت عاوتاني الا كنت متاكد انك هاد الماركه اللي غتاخذ تشري ديك كتكون الامر سهل فوالا. دونك هضرتي على الا كنتي متاكد، دونك نقدروا نقولوا اليوم بلي لي مارك اللي قدوا يربحوا لا كونفيونس شويه ديال المستهلك المغربي هما لي مارك اللي كتلقى عندهم كوميم واحد ليستوريك وكتلقى عندهم واحد لونسينتي واحد الشعبيه فيكتيمو وانستالاو شويه كوميم ديك الثقه مع لو كونسوماتور. وي ضروري عارف بلي داك لا مارك راه فاش غنمشي نشري عندها ولا ندير اون ترانزاكسيون راه غدوز مزيان غدوز سون انسيدون. سي حسام كاين واحد لا مارك مغربيه واحد لا مارك اللي كاينه في المغرب لي لونسات سي ديال لو سيرفيس ديال لو اي كوميرس ديال التجاره الالكترونيه، واحد لا مارك لي زعمات وخدات لو بارتي انها تبيع طوموبيلات في الانترنت. بون سي حسام انا ما غنسولكش على هذا السؤال هذا حيت عارفك غتصدمني وغتقول راني عارف. رغم من الاخر سي حسام عطينا وي فري كاينه لا مارك يعني اللي خلات نهضروا اليوم على هذا الموضوع هذا بالضبط هي رونو، لان فعلا الحدث اللي دار يعني حدث كبير استحق ان الناس يتكلموا عليه ويدير، لانه فعلا كيفرح. انا بالنسبه لي شخصيا هذا كيفرح 100% انك تشري طوموبيل بار انترنت، لان كتحيد لك بزاف ديال الحاجات كتحيدهم لك. انا كنفهم الفرحه ديالك سورتو كما نساوش واش خصو يعرفوا البوبليك راه هاد ليميسيون هادي راسها كدوس ان شانيل كي ديجيتال. دونك حنا اليوم كنهضروا على الطوموبيلات فواحد الماركت بليس اللي الحمد لله يعني واحد الامور كلها كتحول ديجيتال كيكون احسن الحريه زيد ايتترا. او ميم طون حسام انا فاش كنشوف عاوتاني بلي ولاو دابا دي سيرفيس ديال بريز دو رونديفو ديال الفيدونج في انترنت، بريز دو رونديفو مع الكوميرسال في انترنت، دونك فورسيمون حتى الوراق ديال الطوموبيل بار انترنت لا فيزيت هذا يعني كلشي دونك ربح ديال الوقت وربح ديال لاباباس وبزاف ديال الحوايج كلشي كتضمن في الوقت ديالك تاخذ داكشي ديالك. وسيرتو دابا نهضروا كمثال يعني على رونو اللي هي الشركه اللي دارت هذا. شنو اللي خلى الناس يثقوا في رونو جوستومون باش يقدروا يشريو من عندها الطوموبيلات؟ اولا رونو شركه معروفه ما كاينش شي واحد ما كيعرفش رونو ياك، هذه وحده. ثانيا السكرسال ديال رونو هنا في الدار البيضاء معروف بزاف، حتى السيرفيس ديالو ديال لو فونت ولا ابري فونت كله معروف، ولا امبلونطاسيون ديالو يعني مزيانه وزايد ستوك ديالهم كبير فيه كاع داكشي اللي بغيتي وماشي شي حاجه جديده، فهمتي؟ يعني ديك الثقه بحال هكا تبنات عابره، الناس اللي شاريين راه عارفين اش كاين. صافي دونك جوستومون دابا رونو يمكن من الماركات بالقلال اللي تالمو معروفين كدابا يمكن لو كونسوماتور المستهلك ديال رونو ما يحتاجش يدير تيست درايف. اولا ما يحتاجش تقريبا ما يحتاجش، حيت اغلبيه الطوموبيل كتكون راكب فيهم ديجا معروفين ديجا كثار بحال كمثال يعني اللي كتحقق ارباح كثيره هي المبيعات اكبر ودي هي كليو كارت كمثال منتشره. دونك افكتيفمون رونو اللي هي الماركه اللي كتحقق لهم اكثر مبيعات وواحد الماركه من الماركات اللي قدام في المغرب عرفوا يانستالوا ديك لا كونفيونس مع لو كونسوماتور. باش نقول واحد الحاجه تفكرتها دابا هو بحال كيما قلتي قبيله انت يعني المشتري باش يفهم خصو يكون عارف اش بغى يشري تيريكت. دابا رونو
معروف يعني ما غاديش تقول لا بلا ما علاش معروفه حسن علاش معروفه غنوه حسن بالاسمنه ديالها سميتو يعني لا مزيانه فيابل طوموبيل تري تري فيابل ايكونوميك وما نساوش بلي غنو راه كدور بحال هكا كتلقى كتلقى سيكورسال كدور بحال هكا كتلقى كونسيسور وي وي حتى هذاك عامل لامبلونطاسيون هذاك عامل مهمه الانتشار ديالهم في اي مدينه واي هذا عامل كبير بزاف يعني ما غاديش توحل في بحال قلتي حتى في حاجه يعني تخلي كاميرا الطوموبيل في الكارونتي تقدر دوز فيدونج ديالك في اي بلاصه استر هذو بحال قلتي عوامل كيساعدوا بزاف باش ان هاد الشركه دير الايكوميرس ديالها وفعلا راه ديجا يا دابا تاع الطوموبيل ايوا دابا انت كتاخذ لي زانفورماسيون اللي باغي ندوز يعني هي ديجا باعت يعني الطوموبيل يعني شتي كيما قلت لك كيفرح يعني ماشي غير باعت الطوموبيل راه اول ماركه في افريك في افريك اللي غتبيع طوموبيله اونلين المغربي 100% اونلي 100% اونلي 100% اونلي ماشي غتعمر شي وريقات لا شي صادق كاين واحد المغربي من ا حتى للزد فوالا كاين مغربي اللي كوموند الطوموبيله ديالو في انترنيت واللي وصلاتو حتى للدار وماشي دار تقدر توصلها شي بلاصه اخرى الا بغا هو المهم كيعمر فين بغا توصل وا دونك حسام يمكن صافي راك انت تو كونتورني لو سوجي ما عندنا ما عندنا ما نقولوا لك انت يمكن اللي انت يمكن اللي غتعلمنا اكثر في هذا الموضوع هذا الوغ حسام اش كيبان لك في هذا لا ديسيزيون اللي خدات غونو واش كيبان لك باللي هذا لا ديسيزيون استراتيجيك حيت كيف ما قلنا قبيله غونو واحد الماركه قديمه ايتترا ايتترا وكان خاصهم يديروا هذا لو با هذا كان خاصهم يديروه كان خاصهم يدوزوا الانترنت دونك واش غونو دارتها في لو بون مومون واش غونو هاد لا ديسيزيون اللي خدات غونو اش كيبان لك فيها انا كيبان لي تمشى ولا غتبغي تقبلوها لا غتمشى حيت درتها اصلا فواحد الوقت يعني التجاره الالكترونيه باش نرجعوا ليها يعني واحد الانفجار كبير يعني ما جاتش هي من البارح ولا شي حاجه يعني شي حاجه كبيره يعني بحال قلتي بقاونا الطوموبيلات دابا اونلاين دونك دابا حنا خدينا الراي ديال سي حسام والراي فوالا ديال ليكيب ديالنا غنمشيو نشوفوا الشارع المغربي شنو كيقول في هادشي طبعا طوموبيل سير انترنيت إلا كانت شي مارك مزيانة ومعترفين بها عالميا وعندها زعما كاين واحد السمعة اللي مزيانة علاش لا وي بيان سور افيك ليفولوسيون دي طون سي اون بوسيبيليتي كي فا اريفي سي سي با اوجوردي سي سا باريتر دومان او ابري دومان اي سي اون بوسيبيليتي داشتي فوالا إلا بداو الطوموبيلات كيتباعو باغ انترنيت وي دونك علاش لا دونك جو بو افيكتوي لاشا اون لين رونو هي شركة معروفة علاش لا الا كان فيها لي كونديسيون لي بغيت انا نقدر نشريها سي لي كونديسيون ايل سون ريوني اي جو مو سون ا ليز دون سيت اشا بوركو با سي فو توجور اون اكسبيريونس اون بروميير اكسبيريونس بور الي دو لافون سورتو كو لا مارك اي لي كونو بون الا لقيت واه الا لقيت لي كونديسيون لي بغيت في لا فواتور لي بغيت نقتاني دونك نقدر نقتنع سي حسام انا كنعرفك مطالع على هذا الموضوع هذا ما كرهتكش اليوم تقرب شويه من المستهلك وتقرب شويه من لو بوبليك ديالنا كيفاش كدوز لا ترانزاكسيون الكترونيك في لاشا دو فواتور اونلاين صادير اللي بغى يشري طوموبيل تو اونلاين شنو هما لي زيتاب اللي كيدوز منهم وي خاص لي زيتاب راهما ساهلين بزاف 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 كاع درت واحد التيست انايا يعني الطوموبيل ساهله بزاف اولا كتبدا انك كتختار الطوموبيل ديالك يعني كتختارها تختار المواصفات اللي فيها كما كتختار كما رونو كليو اش موطور اسانس مازوت اش فيرسيو بغيتي لي زوبسيون حتى لي زوبسيون ممكن تزيد حتى هي كتكون تما يعني بحال كما تبي تزيد الكاميرا بزيد تطرا واخا ما عندكش في لوبسيون ديالك من بعد ملي كتسالي من هذه الكونفيغوراسيون كتعطي واحد 1000 درهم باش تاكد انك فري دونك عربون عربون بحال عربون حيت ضروري تاكد حيت الانترنت هذيك يقدر اي واحد يعمر غادي يكون شي صعيبه القضيه ملي كتاكد هذاك الشيء كيتصلوا بك في سونتر دابي حيت اول مره غتشري طبعا يتصلوا بك ياكدوا معك المعلومات اللي كياكدوا كتمشي كتختار اونلاين باقي هادشي كلشي اونلاين كتختار اش كيفاش باغي تخلص الطوموبيل يا تخلصها كاش يا دير كريدي ولكن طبعا كتخلص بار انترنيت كدير تصيفط لهم فلوس في الكونت بونكير ديالهم وداك الشيء من بعد كيطلع لك واحد الطابلو كيوريك الطوموبيل ديالك فين وصلت بقى غادي تابعه حتى تعرف فين وصلت دونك دابا كتقول لي بلي لاشا اونلاين ديال الطوموبيل راه اكزاكتومون بحال لاشا اونلاين ديال اي برودوي اخر بحال اي برودوي اخر اول مره كتشري شي بلاصه ديما كيتصلوا بك وهذا باش ياكدوا المعلومات من بعد تيولي الشراء نورمال بحال دابا كما تمشي شي مره الاولى مره الثانيه ما غاش يبقى البيانات ديالك كيتحفظوا دونك حسام انا كيبان لي في هذا الشيء كامل راه كيبان لي يمكن لافنيغ ديال الطوموبيل اللي ديجيتال لا 100% انا بغيت نسولك جوستمون دون سو سونس بغيت نسولك واحد السؤال اللي بزاف ديال الناس كيطرحوه لراسهم كيسولوا راسهم هذا السؤال هذا شنو هو المستقبل ديال الديجيتال في المغرب شنو هو المستقبل ديال لاشا اونلاين في المغرب واش كيبان لك كلشي غيولي يتباع اونلاين في المغرب كلشي غيتباع اونلاين في المغرب
ماشي كلشي كلشي حيت كاين بعض الاشياء اللي ضروري ما غاتبقاش اونيو ولكن بحال قلتي غادي نوصلوا داك النيفو ديال امريكا وغيكون امريكا وصلت واحد النيفو اخر عاوتاني وغنتابعنا ولكن كيبان لي واحد الوقيته غير كلشي غادي يبقى تابع كلشي دقه واحده دونك لوطوموبيل حتى هو كنشوفوا بلي سي واحد الدومين اللي حتى هو غيطير لا حتى هو غادي حتى هو غادي 100% الطوموبيل انا سهله ماشي شي حاجه صعيبه راه حنا كنكبروا حيت فيها الفلوس بزاف ما نورمالمون راه هي شي حاجه بسيطه راه ماشي شي حاجه صعيبه دابا في نظرك انت باش شي حاجه صعيبه شنو غدير كاع تقريبا الا مشيتي انت اون بيرسون تما شنو غتوش معوجه واش دايره راه طوموبيل مقاده فيها غارانتي فيها كلشي يعني واخا نفترض كاع ريفرواريك وفيها شي ضريبه ولا شي حاجه يقدر يبدلها لك في البلاصه شحال من حاجه يعني بحال قلتي شنو انا علاش تضيع وقتك تمشي حتى لا سمعت دونك انا راه كيبان لي لا حتى يمكن بلي لا شاولين راه كيبان لي الي بلوس سور كو لا شاولين لا فيزيك اه وي بلوس سور حيت عاوتاني راه كيضمنوا لك بزاف ديال الاشياء تما اه سيدي دونك اون نو بو كو فيليسيتي هاد الماركه هادي اللي دارت هاد لوبا هذا لا لا وي وي كنتمناو بزاف ديال لي ماركت هما يتبعوا هاد القضيه هادي ولكن اي با دونك لو بوبليك ديالنا خصو يعرف بلي لافنيغ ديال لوطوموبيل الي دون ديجيتال اه ديجيتال 100% ديجيتال كلشي دابا ديجيتال خصو يكون حسام ميرسي بوكو كنشكرك على هذه المعلومات القيمه وبيان سور نعاودو نشوفو في الحلقه الجايه واخا الحلقه ديال دابا مازال ما سالاتش دونك خليكم معنا غنمشيو نديرو زياره في سيكوكسال غونو ماروك باش تعرفوا بيان سور على لو ديتاي ديال هذا السوجي اللي هضرنا عليه وباش تعرفوا على اول شركه اللي لونسات لو سيرفيس ديال التجاره الالكترونيه في المغرب وبوتيتر نتعرفوا على اول واحد شرا طوموبيلته من عند غونو سيكوكسال الموقع الاجتماعي ولقيت لا بيبليسيتي ديال رونو كليو وكنت ديجا عندي واحد فكره على هاد كليو وكتعجبني بزاف من ناحيه الاقتصاد ديالها ومن ناحيه الكونفور ديالها والاستيتيك ديالها دخلت نيشان الموقع ديال رونو وبديت لا كونفيغوراسيون ديال لا فواتور ديالي ملي كملت من لا كونفيغوراسيون التهيئه ديالي عطاوني الثمن ديالها وقالوا لي واش بغيتي تستيميلي لو بري درت لا كرياسيون ديال الاسباس ديالي اختاريت اشمن نوع ديال لي فاسيليتي اللي كاينين في الطاب الثانيه وهي كي خاصني ندير واحد البيمون ديال واحد المونطون ديال 1000 درهم ديال الفيرسمون بور باسي لوتر ايتاب بور ديست دوز ثروزيام ايتاب وهي ديال لي دوكيمون لي تيليشارجي كاع لي دوكيمون اللي طلبوا ليا وصيفطتهم لي تبعتوا معنا كاع لي زافونتاج اللي كتوفر غونو سوكرسال ماروك لاي واحد فيكم اللي كيبغي يقتني السياره ديالو اون لين من غونو سوكرسال ماروك كنهيو الحلقه ديالنا ديال بارلون اوتو موعدنا في الحلقه الجايه السلام عليكم